تشاهدون البطولة العربية لتنس الطاولة. العراق لأول مرة يقيم هذه البطولة وهذه النسخة 17، نشعر بحالة من الفرح والسرور، خاصة بعد سلسلة من نشاطات أقامها العراق من بطولات في هذه السنة، والحمد لله كثيرة، كأس الخليج واتحاد غرب آسيا واليوم وغيرها أيضا من الرياضات. هذا هو جزء من الوفاء بالعهد الذي قطعناه، أن وزارة الشباب والرياضة توزع اهتمامها العادل على جميع الرياضات ولا تقتصر على رياضة واحدة، مع اعتزازنا بكل الرياضات إن شاء الله. لا زالت هم معاناتهم عندهم في بغداد لحد الآن قاعة ما يمتلكون للعب. وين ما يمتلكون؟ حسب ما يعني اللي يتحدث في بغداد. صحيح هذا الكلام، إن شاء الله أنا دا أتعامل ويا الاتحاد، واليوم حتى هم قدموا طلب، وأنا أساسا أثناء ما تنظيم البطولة كان في اجتماعنا الأول لتنظيم هذه البطولة تحدثنا عن هذا الموضوع، وكان حديثنا أيضا عن اختيار المكان وشلون شنو المواصفات، فصار حديث عن هذا الموضوع وإن شاء الله نشتغل عليه. القياسات الموجودة بالقاعات هي قديمة، تحتاج إلى قياسات عالمية، إن شاء الله هذا راح نوفرها بالمستقبل.